زيارة مؤجلة ومنتظرة، ليس زيارة طارئة، يسيطر عليها الشق الاقتصادي إلى حد كبير. توقيع عقود خاصة بالطاقة، الضبعة، محطة الضبعة النووية، المنطقة الاقتصادية الروسية داخل منطقة قناة السويس. لو نلقي الضوء أكثر حول هذه المشروعات المهمة ما بين الجانبين المصري والروسي. المنطقة الاقتصادية الروسية في عجالة، مساحتها 5 كيلومتر مربع، مفروض ان هي بتوظف 35، تدي 35,000 فرصة عمل، محتاجة لاستثمارات أولية من أجل ترفيقها وإعدادها للنشاط حوالي 200 مليون دولار يلتزم بتقديمهم الجانب الروسي والشركات الروسية. وهي منطقة مهمة جدا، يفترض أن تصل استثماراتها إلى 7 مليار دولار، وهتكون يعني أول منطقة أجنبية تنشط في مشروع قناة السويس، منطقة قناة السويس. وتقدم صناعات متقدمة واستثمارات في صناعات متقدمة زي الصناعات الإلكترونية والصناعات الهندسية والسيارات والجرارات وما إليها، وبالتالي وباستثمارات تصل زي ما ذكرت إلى 7 مليار دولار. طبعا دي حاجة مهمة جدا جدا، يعني المناقشات التفصيلية فيها يعني قطعت الشوط الأكبر وقد تكون يعني انتهت. وطبعا التقارير بتشير الى انه سيتم التوقيع بشانها غدا. في استثمارات واسعه في مجال البترول والغاز، الاستثمارات الروسيه في مصر 1.5 مليار، من اجمالي استثمارات تزيد قليلا على 3 مليار. واضح. التجاره بين مصر وروسيا شهدت يعني زياده كبيره في الثمانيات شهور الاولى من يناير لاغسطس. صدر تقرير بيشير الى انه التجاره شهدت زياده 32% من جانب الصادرات الروسيه و 28% من الجانب المصري. انا اعتذر لاني مضطره الى قطع المقابله لان الوقت قد نفد مني، ولكن بالتاكيد ستكون لنا متابعه لاحقه مع حضرتك. شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي دكتور محمد فراج ابو نور.